وزارة العمل استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا قرابة 47 ألف شكوى عملية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة. في ذات السياق، أكدت الوزارة على ضرورة وقف عمل كل من يتعرض لأشعة الشمس المباشرة والحارة أثناء الموجة الحارة التي عبرت البلاد. موجة الحم هاي اللي اجت على الكل يعني، والله يكون بعونه يعني. انا واحد من اللي بيشتغلوا بالحم هاي، يعني مر علينا كم من يوم او الاسبوعين اللي فاتوا جو مش طبيعي، والواحد انه يقعد ببيته ما بيقدر يعني. في الواحد عليه مصاريف التزامات يعني، ما بيقدر انه الواحد يقعد عشان ينام ويعطل مصالح العالم الثاني برضه. هلا بالنسبه للموجة الحم اللي مرقت، طبعا البلد كلها حست فيها لان كان درجات حراره عاليه جدا، بس اكثر ناس حسوا فيها نحكي اللي هم العمال الاوتدور اللي بيشتغلوا خارج المباني خارج المكاتب، فكانت درجات حراره عاليه جدا، وكنا بنتمنى انه نحكي من الشركات الخاصه انها تراعي هاي الامور وترحم شوي العمال الموظفين. وسمعنا انه في حالات صارت اللي فاتوا مستشفيات كعمال، وطبعا هي نحكي بس اكثر طبقه اللي انضرت هي طبقه، نحكي الطبقه المعدومه او طبقه العماله أكثر من أي ناس ثاني يعني. في ناس داومت مكاتبها يمكن ما حسوا بالشوب غير لما يطلعوا بسيارته، بس في ناس داومت 10 ساعات تقريبا تحت أشعة الشمس. خلال موجة الحر هاي الوضع كثير حامي، والعامل لازم يطلع يشتغل منشان ما بزبط معه إنه ما يطلع يشتغل عشان بده يعيش ويعيش أولاده، والجو كثير حامي. الله يكون في عونهم للناس هاي، وأنت شايف يعني بتقف بالشمس 5 دقايق بتحس حالك انطبخ طبخ من العمل.